الصوت واضح كده ده؟ الو؟ اه دكتور، تمام، الصوت واضح. طيب دلوقتي احنا انت فاتح لي الصفحة دي، انا شايفها. ايوه ده كلام جميل جدا. ده دي بقى المسائل دي هي اللي هتفهمنا اللي فات، كل اللي فات كوم، وان احنا نعمل ابلكيشن عليكم. المسألة دي مسألة جت في امتحان سنة 1983، يعني عد لها بقى لها 40 سنة تقريبا، 40 سنة، 41 سنة. في دي طبعا يعني كنت انا برضه دكتور، كنت دكتور بقى لي سنتين، يعني راجع من فرنسا بقى لي سنتين. في المسألة بتقول لي انا كنت بديهم المادة باللغة العربية، لان ساعتها كان المقرر مصرح باللغة العربية، لكن في اللائحة الجديدة لازم الامتحانات تبقى بالانجليزي. فانتم ما فيش مشكلة، انا بالنسبه لي انا لو المساله باللغه العربيه انا هترجمها، وكمان هقول لكم بعد كده صيغه الترجمه لو كانت في مشكله، ما فيش مشكله. هو بيقول لي هنا في المساله دي نمره واحد، مثال نمره واحد، وانا عايزك تعمل حاجه بسيطه خالص، المثال ده بالارقام تحله تاني انت بالكالكوليتر بتاعك، وكانك بتعمل تشيك اب عليا، او بمعنى اخر بتصحح لي الامتحان بتاعي. المفروض ان الارقام بتاعتك توصل نفس الارقام دي، لان فعلا الارقام دي صحيحه، انا مش بقول لك كده، لان انا صححت منها الامتحان وطلبه خدوا انها درجه نهائيه لانهم جابوا نفس الارقام دي. المساله بتقول لي عباره عن ايه؟ عباره عن احسب الطول سمول ال. لاحظوا انه الرموز كلها كانت برضو في الامتحان بالانجليزي والمعدات بالانجليزي، بس هو احسب كالكوليت كذا كانت بالعربي وخليتها بالانجليزي. احسب الطول ال من سن الابره. سن الابره ده موجود فين؟ عند نقطه ايه؟ فين نقطه ايه دي؟ اهي موجوده فوق. ممكن يا احمد معلش تشاور لي على نقطه ايه عشان يشوفوها؟ ايوه، لا نقطه ايه كده، تعال لي بقى كده على ايدك الشمال شويه. ايوه هي دي. ايه نقطه ايه دي؟ هي سن الابره. يا عم احنا سن الابره كنا بنلاقي خطين، ما احنا هنا لما نيجي نحل المسائل هنحل بالسنتر لاين، يعني بمعنى اخر هنحل بالاسلوب بتاع توقيع المساحي، اللي هو هنرسم السنتر لاين بتاع السكه الرئيسيه والسنتر لاين بتاع السكه الفرعيه، والاثنين يتقابلوا في نقطه هي دي مركز المفتاح. وعشان كده هنعوض في العلاقات بتاعت ال تي 1 وال تي 2 وال تي، وهفكركم دلوقتي بالعلاقات دي ونحفظها مع بعض. يبقى اذا المرسوم ده مش خطين، اللي مرسوم ده مش خط واحد سنتر لاين، لا هو كان اصلا خطين واحنا عملناه سنتر لاين، عملناه بطريقه التوقيع المساحي. وعشان كده المفتاح اللي عندي في التوقيع المساحي، التوقيع المساحي المساحه من المفتاح عندي في التوقيع المساحي بيبقى عباره عن واش، وحتى الحته اللي عاملينها السوداء دي المثلث الاسود ده المنطقة بقى من مركز المفتاح لغاية نهايته على السكة الرئيسية على بعد LT2، ونهايته على السكة الفرعية برضو LT2، وهو مثلث متساوي ثقيل. ده الكلام ده اللي قلناه. طب الحتة بقى من المركز بتاع المفتاح لغاية السن دي هنديها اسم ايه؟ LT1. يبقى اذا معنى كده ان LT1 والLT2 دول موجودين واحنا خدناهم، خدناهم، بس كنا لسه ما حلناش عليهم مسائل. ده انت هتحل المسائل بالتوقيع المساحي، يعني انا نادرا ما هقول لك هرسم لك الرسمه المفتاح بالقضيب الجنب وقضيب الجنب اللي فوق واللي تحت والابر تبان والهنج تبان، لا هرسمه بالتوقيع المساحي. ده في المساله جايه لك في الامتحان، وهتجي لك انت برضه في الامتحان بالتوقيع المساحي. يبقى النقطه ايه دي؟ هي مكان سن الابر. طيب المسافة من ايه من كابيتال ايه لغاية المركز بتاع المفتاح، المسافة دي هتبقى عبارة عن ايه؟ LT1. طب LT1 دي في قانون لها، وانت هتكون حافظ. طيب وبعدين المسافة بقى من المثلث متساوي الساخن الاسود ده اللي متسود ده، في ضلع عندك موجود من مركز النظر للمفتاح اللي هو بعد ايه على طول، شاور عليه بقى معلش يا احمد، خش كده بعد ايه بشويه لغايه لما تتقابل مع المثلث، راس المثلث المتساوي الساقين اللي لونه اسود، راسه دي مش راسه، اديني راسه اللي هناك. ايوه هي دي راسه.
المسافه من النقطه دي لكابيتال ايه دي هنديها ال تي 1، المسافه من النقطه دي لغايه النقطه اللي وراها على السكه الرئيسيه اسمها ال تي 2. طب المسافه اللي من النقطه دي اللي هي هسميها مركز المفتاح بقى لغايه النقطه اللي ابتدى فيها منحنى يحصل له تقوس هنسميه ار اتش، طوله نص قطره 200 متر، دي برضو ال تي 2. يبقى اذا المفتاح يتحول في المسائل بتاعتنا الى ال تي 1 من مركز المفتاح اللي هو راس المثلث الاسود لغايه سن الابر. طيب لغايه نقطه ايه؟ طيب ويتحول الى مثلث متساوي ساقين طول كل ساق منهم ال تي 2 من مركز المفتاح لغايه نهايه المفتاح على السكه الرئيسيه او نهايه المفتاح على السكه الفرعيه، وبهذا ينتهي المفتاح. وال تي 1 وال تي 2 هنشوفهم دلوقتي قوانين هنحفظها لها اثبات، ولو رجعنا للمحاضرات هنلاقي الاثبات بتاع مش عارف 4 2 و 4 مش عارف كام ورا بعضه. طب ايه بقى اللي مطلوب؟ احسب الطول ال. طب الطول ال ده فين؟ اهو الطول ال من نقطه A لنقطه B. طب شاور لي على نقطه B بقى يا احمد، معلش شاور لي على نقطه B اهي. لا ايوه لا مش اهي، هي دي نقطه B. خلي بالكم هنا يا جماعه ده الطول ال من نقطه A لنقطه B، بس في حاجه غريبه شويه حصلت، ان نقطه B نقطه B المفروض ان انا الاقي عندها مثلث اسود. لا ما لقيتش مثلث اسود. ما المثلث الاسود ده في الواي، يعني ايه لما يكون فيه مفتاح، امال نقطه بي دي ايه؟ ده منحنى افقي. ليه؟ هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن خط موازي للخط بتاع ايه اللي فوق، يعني كانه خط افقي موازي ليه، وعلى بعد 12 متر منه، وهذا الخط طلع منه منحنى افقي نص قطره ار اتش، وبعدين لأول ما خلص المنحنى ده طلع منحنى تاني عكسي نص قطر ومديهوني هو 200 متر. يبقى إذن هو المطلوب بيقول لي قول لي الطول بتاع الـ من سن الإبرة، يعني من نقطة إيه إلى نهاية المنحنى الأفقي إيه في الاتجاه الطوالي للسكة الموضحه، يعني لغايه نقطه بي. وهو كاتب ال وعامل عليها علامه استفهام، يعني هو الطول من A كابيتال A لبي. طيب وبعدين اذا علم ان المفتاح طراز 1:10، الله احنا ما جبناش سيره الطراز في الثلاث محاضرات اللي فاتوا. تان الفا بتاعه اي مفتاح ظل الزاويه بتاعه التقاطع، احنا عندنا ثلاث زوايا ارجعهم ثاني، ايتا وبعدين بعدها بيتا وبعدين الفا، تان الفا بتساوي 1:10. يبقى اذا طراز المفتاح هنا بيعتبر ظل الزاويه بتاعه الفا. فلما اقول طراز 1:10 يبقى الظل بتاع هذه الزاويه حوالي 8 درجات، يعني لما تروح بالكالكوليتر تشوف تان ماينس 1 1:10 هتطلع لك الالفا قد ايه. حلو. الإبر مستقيمة، حلو قوي الإبرة مستقيمة دي، كويسة لو كانت منحنية كانت هتصعب لنا المسألة. ليه بقى؟ لأن الإبرة المستقيمة إيتا بتساوي بيتا، إيتا بتساوي بيتا. الإبرة المستقيمة فعلا فيها هنلاقي فيها إيتا بتساوي بيتا. حلو قوي، كلام جميل جدا. طب يعني معنى هذا الكلام إن إحنا قدامنا فرصة كبيرة إن إحنا إيه نكمل الحوار. طيب يبقى كل كلمة بيقولها لها فايدة. وفدو كعبها 128 ملي. فاكرين الرمز بتاع فدو الكعب ده؟ لا احنا ما سمعناهوش، ان احنا كنا بنتكلم بالانجليزي اللي هو الهيل كليرانس اللي هو كابتل اتش. كابتل اتش اسمها هيل كليرانس بالانجليزي، وهيل اتش اي اي ال مش اتش اي ال تبقى جهنم، وبعدين كليرانس اللي هو الفدو او المسافة البينية العمودية اللي هي اديناها الرمز كابتل اتش. طيب وطول الجزء المستقيم قبل التقاطع 1:30. الله تعالى نفك الرمز ده. طول الجزء المستقيم قبل التقاطع يعني بعد ما المنحنى المفتاح يخلص يبتدي جزء مستقيم وبعدين يقطع في منطقة التقاطع
قيمه القيمه الاولانيه دي قبل ما بيقطع اسمها سي 1. طيب وبعدين بعد ما بيقطع بيكمل لغايه لما يخلص المفتاح، القيمه اللي بعد كده هنسميها ايه؟ هنسميها سي 2. طب خلاص، يبقى انت اديتني كده معلومات عن كابيتال اتش، عن سي 1، عن الفا. المسافه العرضيه الحاكمه متر 75. على فكره اللي هي الرولينج ديستانس دي نديها سمول اتش. لكن لو انت رجعت المحاضرات اللي فاتت الكلام ده كله كلمناه، بس دلوقتي انا بمس بقى ان انا بفك هذه الكلمات الطويله والرموز الى ارقام، والارقام دي هحل بيها مسائل. والمسائل بتاعتي دي من اصعب المسائل على فكره، هي رغم انها اول مساله في الشيت بس هي من اصعب المسائل، المسائل اللي بعدها تفهم. خلاص حظنا كده انها طلعت وقعت. طب ايه بقى صعوبتها؟ قال لك الرموز كترت قوي، بقى عندي دلوقتي فدو الكعب اللي هو كابيتال اتش 128 مللي، وعلى فكره بيتقاد بالمللي كله بقى، لازم توحد المقامات تخليه كله يا بالسنتي يا بالمتر، يعني الحته دي لازم تاخد بالك منها. وبعدين طول الجزء المستقيم قبل التقاطع ده سميناه حاجه اسمها سي 1، وده بيجي بالمتر، بينما الهيل كان بالمللي. وبعدين المسافه العرضيه الحاكمه متر 75، دي كابيتال اتش. ايه بقى كابيتال اتش المسافه؟ اهي دي اللي انا بحسب منها ال تي 2. التي 2 بتساوي كابيتال اتش اللي هي متر 75 على 2 ساين الفا على 2. طب كابيتال اتش متر 75 وبعدين على 2 ساين الفا على 2، ساين الفا على 2 ايه؟ ما انت مديني ان الزاويه الفا التراس بتاع المفتاح 1 ل 10، معناها ان تان الفا بتساوي 1 على 10. طب انا عايز تان ساين الفا على 2. حاجه جميله قوي على فكره من ضمن الخصائص التفريعات ان الزوايا صغيره، يعني الزاويه 1 على 10 دي حتى هي بالكثير قوي يعني 8 9 درجات. فممكن جدا اروح انا اقول ان الساين تساوي التان وفي الزوايا الصغيره، وان الساين الفا على 2 اللي انا حطيتها في المعادله بتاعت اتش تساوي نص العشر، يعني 1 على 20. مش هي الفا على 2؟ طب الفا الفا الزاويه بتاعتها 10، طب الفا على 2 تبقى كام؟ 1 على 20. لكن تعالوا نشوف احنا حليناها بدقه، لان الزاويه 1 على 10 دي مش صغيره قوي، يعني ممكن تعمل لي تفرق. عشان كده احنا هناخدها مظبوط، يعني ناخدها بالشغل بتاعنا المظبوط بالظبط، يعني مش هنعملها بالتقريب. طيب ابتدي بقى الاسقاط الراسي. انا هعمل في اي مساله، يعني اللي انا هقوله دلوقتي هسيب لكم باقي المسائل انتوا تحلوه. ليه؟ خلاص بقت كلها تكرار، رسمه قريبه من الرسمه دي، وانت اقعد ايه اعمل الاسقاط الراسي والاسقاط الافقي وهتبص تلاقي المساله طلعت كلها. الاسقاط الراسي يا جماعه ده خدناه في المساحه. لو انا عندي مثلا طول مايل بزاويه الفا على خط مستقيم، طيب مسقط هذا الطول في الاتجاه الراسي الزاويه كام اللي بيصنعها الفا؟ يبقى مسقطه عباره عن ال ساين الفا. طيب وفي الاتجاه الافقي هيبقى ال كوساين الفا. طب ما احنا ايه يعني؟ طب ما انا اي خط مستقيم له مركبتين، واحده راسيه طول الخط في ال ساين، واحده راسيه افقيه الطول في كوساين. نو بروبلم. طب ماشي، كلام جميل جدا. طيب يبقى اذا الاسقاط الافقي بيقول لي ان ال 12 متر اللي انت كاتبها، ما انت كاتب لي ان الطول الافقي كله الطول الراسي 12 متر، شاور لي على 12 متر في اول المساله يا محمد، يا احمد معلش طلع المؤشر على 12 متر. لا لا 12 متر في الرسمه، انا عايز اشوف الرسمه اللي هي في راس المساله. اول رسمه موجوده عندك، اطلع لغايه لما توصل. لا مش دي كمان، انا عايز اللي فوق. هي 12 متر في راس المساله منتهاش. لما جيت اعيد الرسمه قعدت بقى امزمز ووريت ال 12 متر ما زالت موجوده. انزل بقى على ال 12 متر اللي موجوده في الرسمه اللي تحتها. المساله دي بقى ابتدي احل اللغز بتاعي. هي ال 12 متر. طب ال 12 متر دي تساوي ايه؟ تساوي مجموع المركبات الراسيه لكل المولد اللي مرسوم قدامك. استنى بقى، يساوي ال تي 2. ما هي ال تي 2 ده ضلع من اضلاع المثلث المتساوي الساقين، ومن بعد نقطه المركز لغايه نهايه المفتاح بنسميه ال تي 2. طيب
اللي تيتو لي هتضربها في ايه؟ هضربها في صهين الفا. ما هي الزاويه اللي راس المثلث الاسود ده الراس بتاعته اسمها الفا. طب يبقى اذا اللي تيتو دي احنا عندنا قانون وهنكتبه دلوقتي وهنحفظه. يبقى اذا اللي تيتو رقم انا هحسبه مضروب في ساين الفا لان انا بعمل مسقط للال تي 2 في الاتجاه الراسي. طب لو حبيت تعمله في الاتجاه الافقي كنت هقول برضو ال تي 2 هي نفسها بس مضروبه في كوساين الفا. حلو قوي. طب هو الله هو ليه؟ طب ما احنا انا راسم الرسمه وكاتب ال تي 2 وال تي 2 الثانيه ولما جيت اخد المسقط قلت ان المسقط بتاعي على الراسي ال تي 2 ساين الفا شاور لي على ال تي 2 ساين الفا. اطلع لي بالمؤشر على الرسمه بقى اللي احنا فيها. لا اللي تي 2 لا لا مش في المعادله في الرسمه. انا عايز اشوف الرسمه انا برسمه وبعدين احسب اهي. لا اللي تي 2 ساين اهي هي دي اللي تي 2 ساين الفا اهي هي دي ماشي. وبعدين طيب وعلى الافقي هات لي اللي تي 2 كوزاين الفا وعلى المايل اللي تي 2 يعني هات لي المثلث الاسود الضلع بتاعه اللي مايل اللي تي 2. انا هسقط هذا الضلع لمسقطين اللي تي 2 اللي تي 2 اللي تي 2 كوزاين الفا هي يا جماعه. طيب يبقى الطول بتاعه كان اللي تي 2 ما انا بقول متساوي الساقين وكل طورين اللي تي 2 لكن انا عايز مسقط المايل على السكه الطوالي او السكه الرئيسيه فرحت قلت المسقط بتاعه اللي تي 2 كوزاين الفا. طيب ده طب المسقط بتاعه طب ده المسقط الافقي طب المسقط الراسي اللي تي 2 ساين الفا. ده شغل مساحه شغل مساحه. طيب خلصنا من العملية دي. طب وبعدين طب الحتة اللي قبل ال تي 2 كوزين الفا تساوي كام؟ تساوي ال تي 1. ما احنا لسه بنقول ان من مركز المفتاح لغاية ان الابرة اللي هو عند نقطة كابتن ايه بيساوي ال تي 1. وال تي 1 لها معادلة خدناها بس دلوقتي هنحفظها وهنحل بيها. يعني المعادلة دي كناش حاسين قيمتها لا ده هنحل بيها مسائل. طيب خلاص يبقى اذا انا عرفت الحته دي ان انا عرفت ان ال 12 متر على الراسي هتساوي حته اسمها ال تي 2 ساين الفا لكنها كمان بتساوي مسقط القوس بتاع المنحنى العكسي اللي نص قطره ار اتش اللي هو 200 متر مكتوب في راس المساله. المسقط الراسي بتاعه قد ايه؟ هنا بقى يا جماعه معلومه جميله قوي. لو كان الخط المستقيم المسقط الرأسي بتاعه طول الخط في ساين الزاوية اللي بيصنعها مع الأفقي والمسقط الأفقي عبارة عن طول الخط المضروب في الكوزين بتاعة الزاوية اللي بيصنعها هذا الخط المائل على الأفقي ففي القوس بتاع الدايرة لو عندك فيه قوس من دايرة فهات لي الزاوية اللي دخل بيها القوس ده للدايرة ولتكن الزاوية دي ألفا والزاوية اللي خرج منها القوس ده من الدايرة ولتكن سيتا. لا تاني بقى نفهمها الحتة دي. انت في المساحة ادوك اسقاط خط مستقيم على 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 على, 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 على مثلا على مستوى افقي وعلى محور افقي ومحور راس. بتقول ال في كوزين الفا حيث الفا هي الزاوية اللي بيصنعها هذا الخط مع الافقي. يديني الافقي يعني المسقط الافقي ليه وال ساين الفا يديني واحنا شفنا المنظر ده ما كانش غريب وفات علينا بخير لكن انتوا ما خدتوش في المساحه وكان يجب تاخدوا على فكره يعني هما في المساحه ظلموكم كان يجب كمان تاخد مسقط القوس مش مسقط الخط المستقيم بس. عيب القوس ان الزاويه اللي على الافقي بتتغير يعني بمعنى اخر ان لو كانت الزاويه اللي موجوده عند بدايه القوس الفا الزاوية عند بداية القوس بيعمل الفا وهي باينة اهي الفا اللي هي المماس بتاع بداية لا ابتدي لي بقى من منحنى الى نص قطره 200 ماشي فوق انزل بالسهم وريني بداية المنحنى اللي نص قطره 200 السهم اللي انت كده لا انا هو ده عايزك بقى تنزل توريهاني على الحسابات اللي هي الرسمة اللي تحت يعني انا مديك الرسمه اللي فوق في الامتحان انت تروح رسم لي الرسمه بتاعت اللي تحتها دي وتكتب الابعاد دي وتعوض في المعادله خلصت المساله سلام عليكم ادي مساله التفريعات خلصت مش هجيب غير مساله واحده في التفريعات خلاص يبقى دي خلصت.
يا سلام يا سلام، شايفين الجمال بتاع احمد انه فهم الموضوع، ان جاب القوس اللي احنا عايزين نسخته جابه في الافقي قد ايه، وكمان لو هو نفسه يجيبه في الرأسي هيقدر يجيبه ازاي، من اول نقطة بدايته لنقطة نهايته نزلهم افقي وحسبهم، ومن اول نقطة بدايته لنقطة نهايته نزلهم رأسي وحسبهم. القانون ده يا جماعة اثباته سهل، اثباته انا قلت انا في الاثبات بتاع طول المفتاح كنت كاتبه، بس انا عايزك تحفظه لانه عيب قوي، لان كان ده لازم وانت بتاخد المساحه تكون عارفه. اذا كنت عارف اي خط مستقيم يميل، عارف المركب بتاع المركبات بتاعته الراسيه والافقيه، ولما يكون برضو خط منحني المفروض ان انا اكون عارف المركبات الراسيه والافقيه، يعني ده نوع من الظلم بصراحه. معلش انا هقول لك بقى، انت تعرف لي الزاويه اللي دخل بيها الزاويه اللي ماشي بيها هذا المنحنى على الافقي اللي بيعملها على الافقي لما ماشي بيها نقطه نهايه المنحنى؟ زاويه الفا. طب خلاص يبقى انا عرفت ان الزاويه اللي بيصنعها هذا بدايه هذا المنحنى الفا. طيب عارف الزاويه انت اللي يصنعها هذا المنحنى مع نقطة التماس المشتركة اللي بينه وبين المنحنى العكسي اللي هيقلب لسه مش عارفين نص خطره؟ لا معرفهاش. طب سميها زيت، سميها سيتا، سميها زيت. الزاوية اللي على الرأس سميها زيت. ممكن تشاور لي على السيتا بقى تبقى جدع، لو شاورت لي على السيتا اللي موجودة بين نهاية المنحنى الأولاني اللي نص خطره موجود في رأس المسألة 200 متر، معانا على فكرة المنحنى الثاني العكسي نص خطره مجهول، عشان كده عندنا مجهولين، المجهول الاولاني ال تي اللي هو عايزه عامل عليه ال تي كلها، عايز ال سمول ال من اول نقطه ال بي، ده المجهول الاولاني. والمجهول الثاني نص القطر، نص القطر بتاع ار اتش. الله، طب ده عندي منحنى عكسي، ما انت عندك منحنى عكسي، ار اتش الاولانيه دي كانت 200 متر هو كاتبها في راس المساله، وراح مخبي ار اتش الثاني. يبقى انا في عندي مجهولين، المجهولين دول احلهم ازاي كترافيرس؟ قال لك مش مشكله، شوف لي المركبات الرأسية لهذا الترافيرس والمركبات الافقيه لهذا، كونت معادلتين، المعادلتين دول هتلاقوا فيهم مجهولين، الار 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 اتش اللي هي بتاعه المنحنى العكسي اللي تحت، والايه وال تي اللي انت عايزه بجد. طيب بس في مجهول ظهر تاني، ايه هو؟ الزاويه سيت. انت قلت لي ان المفتاح 1/10، فعرفت ان دي الالفا، وعرفت الزاويه الفا بان انا قلت ان تان 1/10 تساوي كذا، وطلعتها من الكالكوليتر، وعرفت الكوزين بتاعت الفا قد ايه، والساين بتاعت الفا قد ايه، وحسبت المسقط بتاع القوس الاولاني، والنص قطر 200 كمان معروف، وكل حاجه معروفه، وبالتالي بقت عندي قيم لمسقط القوس الاولاني من نقطة بداية المنحنى ار تي لغاية نقطة عند نقطة ايه؟ عند نقطة اللي هي نقطة التماس المشتركة بين المنحنى العكسي، نقطة المماس او النقطة المشتركة اللي هي في بين ار تي وكين. احنا قلنا ان الزاوية اللي احنا هنفرضها سيتا، الزاوية بتاعت نهاية هذا المنحنى سيتا، لان الزاويه بتاعت بدايته ما احنا عارفينها كام، عارفينها الفا. ليه؟ لان هو جه عند نقطه التماس بتاعه السكه الفرعيه اللي بتصنع الفا مع السكه الرئيسيه اللي هي هنسميها زاويه التقاطع، اللي هي في التوقيع المساحي بتبقى موجوده عند راس المثلث اللي هو بيعتبره مركز المفتاح النظري. يبقى إذن هي هتبقى الألفا معروف، خلاص الألفا معروف، الألفا 1/10. طب السيتا مش معروف، طب دي هتطلع عينينا بقى، هتطلع عينينا ليه؟ لا يا حبيبي ولا هتطلع عينينا ولا حاجة، احنا هنعمل المسقط بتاع الحتت دي ونفتتها في الاتجاه الرأسي وفي الاتجاه الأفقي، هيطلع لي معادلتين، المعادلتين دول هلاقي فيهم ار اتش اللي هي، ما هو منحنى عكسي، انت اديتني الأولاني المنحنى الأولاني من نقطة التماس مع نهاية المفتاح ولغاية لما النقطة المشتركة بين 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 نقطة التماس المشتركة بين المنحنى العكسي ده
اللي هو نص خطر ار تي اللي هو 200 متر مديهوني، والمنحنى العكسي الثاني اللي نص خطر مخبيه وطالبني ان انا اعرفه، هنقول ان الزاويه كمان مخبيينها. الزاويه بتاعه هذه النقطه المشتركه بين المنحنى العكسي تصنع سيتا مع الافقي. ده مين اللي قال لي كده؟ انا بقول هنعمل كده، هنقول ما هنا لازم افك المنحنى ده. فانا بقول ان لو كان خط مستقيم بعيد تاني في المساحه، لو كان خط مستقيم طوله ال يصنع مع زاويه افقيه مع يصنع مع خط افقي زاويه الفا، يبقى المركبه الافقيه بتاعته ال كوساين الفا والمركبه الراسيه ال ساين الفا. طب اذا كان هذا الخط منحنى، ما هي المركبات بتاعته؟ المركبات بتاعته هنقولها من غير فصال كده، هنقول انك لو انت عارف زاويه المماس عند داخل عند بدايه المنحنى وزاويه المماس عند نهايه المنحنى، يبقى اذا المركبه الراسيه بتاعته عباره عن ار افتح قوس ار، ده نص القطر بتاع المنحنى، ما هو نص القطر بتاع المنحنى الافقي ثابت لانها دايره، يبقى اذا ار افتح قوس. انت في الراس كنت بتقول ال ساين، لا هنا في الافق تقول ال كوساين. وبعدين طب ده انا عندي زاويتين، اخد الفا ولا سيتا؟ هناخد الفرق بين الاثنين. ايه الكلام ده؟ هتحفظوها صم، وهنحل بيها بقى المسائل كلها، وهتبقى لعب عيال بالنسبه لك، لانك خلاص اتعودت. الجزء ده ما كانش انا يجب ان انا اطول فيه واحكيه، لان ده كان لازم تدرسه في الترافيرس في المساحه لما يكون عندك قوس غير. لكن هو كان بيبسط لك الامور، يقول لك الترافيرس كله عباره عن خطوط مكسره. طب افرض ان في جزء منحني، مش في سكك منحنيه، افرض في طريق حته فيه منحنيه وجوه الترافيرس، نعمل فيه ايه؟ فانا دلوقتي مزنوق الزنقه دي لان هم ما قالوهاش، هو كان يجي بيقولها. طب خلاص معلش انا عارف متعود بقالي 50 سنه، عارف ان الجزء ده لازم اشيله انا. طيب اشيله انا ازاي؟ انا عندي قوس عايز اشوف المركبه الراسيه بتاعت طول القوس ده والمركبه الافقيه، علشان هو طالب الحاجات دي، عايز المسافه كابيتال ال او سمول ال، عامل عليها علامة استفهام من نقطه A لنقطه B على السكه الرئيسيه. طيب يا سيدي القانون اللي انت بتقوله دلوقتي قلت لي ايه؟ قلت لك ان نص القطر افتح قوس اضربه في كوزاين الزاويه ب الفا ناقص كوساين الزاويه سيتا. الفا انت عارفها؟ عارفها، تان ماينس 1 واحد على 10 يديني الفا. طيب ماشي. طيب سيتا عارفها، دي من ضمن المجاهيل، من ضمن المجاهيل بتاعه الترافيرس. من ضمن المجاهيل بتاعه. طب الترافيرس في كم مجهول؟ في اثنين. ايه هما؟ الالفا سوري السيتا، الالفا معروفه، السيتا مش معروفه، وكمان كاتب لي ار اتش الاولانيه مديهاني 200 متر شكرا، لكن الثانيه مش صعبه ومش مديهاني. طيب ما المركبه الراسيه والمركبه الافقيه لما هنحلهم دلوقتي هتلاقي معادلتين فيهم مجهولين، هم السيتا اللي انت غلبان ومش عارف تعملها، والار اتش وحل. اول ما يجوا الاثنين دول هنجيب ال ال تي. دي فكره المساله، فكره صعبه. طب ده انت حاطط لي اول هقول لكم بامانه، انا ما حطيتش المساله دي لانها اسهل او اصعب مساله، انا حطيت المسائل حسب ما انا كنت بحط الامتحانات. فده كان اول امتحان انا حطيته في كحل، وعشان كده هي المساله صعبه. صعبه، ولكن على فكره برضه عشان اقول لكم حاجه، الطلبه اللي كانوا دخلوا الامتحان ده كنت قايل لهم فكره المساله، مفيش حاجه، ما فيش، انت مش هسيبك انا يوم الامتحان تهبش، لا انا هفضح لك كل حاجه من يوميها، انا وانا ناوي اعمل كده. وبالتالي مفيش حد منهم داخل يتخبط، لا هو زي وزيك دلوقتي. انت دلوقتي المساله دي تقدر تحلها في الشيت؟ ليه؟ لان انا حرقت لك كل حاجه. طب تعالوا بقى نكمل الحوار. يبقى اذا انا دلوقتي عرفت المركبه الراسيه لهذا القوس، وهي عباره عن ار اتش، الار اتش على فكره ب 200 يعني رقم معروف، افتح قوس ساين، لا كوزاين. لو كان في الخط المستقيم كنا بنقول ال في ساين عشان اجيب المركبه الراسيه، وال في كوزاين عشان اجيب المركبه الافقيه، لا هنا بعكس بقول ار اتش بدل ال، ما عنديش ال، انا عندي ار اتش. ار اتش يعني نص القطر المنحنى الافقي مضروبا في افتح قوس مضروبا في كوزاين
كوزاين. كوزاين كوزاين انا طب انا عندي زاويتين، في الفا اللي دخل بيها وسيتا اللي خرج منها، هتاخد ايه؟ قال لك خد كوزاين الصغيره في الاول ناقص كوزاين الكبيره في الاخر. تاني المركبه الراسيه لاي منحنى افقي نص قطر ار اتش وزاويه الدخول اليه عند المماس كانت الفا وزاويه الخروج كانت سيتا، ياتي من المعادله الاتي اللي هي المعادله ار اتش افتح قوس كوزين الزاويه الصغيره وهي الفا ناقص كوزين الزاويه الكبيره وهي سيتا. ايه اللي عرفني يا عم؟ بص للمساله، المسألة كانت الزاوية صغيرة حنينة ودناها تتقوس وزادت، فبالتالي شيء 100% الكبيرة تبقى كوزين الصغيرة ناقص كوزين السوق كبيرة. غريبة، طب ليه خليت كوزين الصغيرة ناقص الكبيرة؟ لأن الكوزين على فكرة تتناسب عكسيا مع الزاوية، يعني الزاوية صفر في الكوزين تساوي واحد، وزاوية 90 في الكوزين تساوي صفر، بينما الساين العكس. وعشان كده الزاوية الصغيرة هتجيب قيمة كبيرة، لما نطرحها من الزاوية الكبيرة اللي هتديني قيمة صغيرة يطلع لي قيمة موجبة، وفعلا مفيش حاجة اسمها طول بالسالب. يبقى إذن القانون بتاعي لازم أحفظه وأعرف إنه عبارة عن أي مسقط أنا بطول وبعيد فيها، لأن دي أساس كل اللي جاي، كل اللي جاي خلاص مش الموال ده مش هحكيه تاني، مش هنبح قلبي فيه ولا أنت هتدوس دماغك بيه. زي ما أنت عرفت إن ال L كوساين وال L ساين دي المسقطين بتوع أي طول L على خط أفقي، هنا أعرف إن القوس اللي عندك لازم تعرف الزاوية اللي داخل بيها على الأفقي وزاوية اللي خارج منها على الأفقي قد إيه، وطبعا هيكونوا مختلفين واحدة كبيرة واحدة صغيرة، ونص القطر بتاعه لأن دايرة نص القطر ثابت، يبقى إذا المسقط بتاعك ما بقاش إل بقى آر إتش، وبعدين بقى مضروب في إيه؟ في كوزاين، كوزاين الزاوية اللي فيه فيهم الزاوية الصغيرة ناقص الزاوية الكبيرة، ليه؟ أصل الزاوية الصغيرة الكوزاين بتاعتها أكبر من الزاوية الكبيرة، لأن كوزاين صفر بواحد. أمال كوزاين 90 بصفر. يعني معنى كده ان الزاويه كل ما بتصغر الزاويه كل ما بتكبر، واكبر قيمه للكوزاين واحد واكبر قيمه للساين واحد، لكن اكبر قيمه للتان ما لا نهايه. طيب نرجع تاني، احنا مش حساب مثلثات. طيب يبقى انا عرفت المسقط الراسي، طب ممكن واحد بذكاء يقول لي طب المسقط الافقي بتاع هذا القوس قد ايه؟ برضو ار اتش، بس بدل ما كان كوزاين ناقص كوزاين هيبقى ساين ناقص ساين، بدل ما كان الزاوية الصغيرة ناقص الزاوية الكبيرة كوزاين الزاوية الصغيرة ناقص كوزاين الزاوية الكبيرة في الـ في الـ في الـ في الـ المسقط الرأسي، في المسقط الأفقي لا الساين الكبيرة ناقص الساين الصغيرة. يعني بمعنى كده إنه هيبقى نبص الرسمة بتاعتنا بنيجي نقول الجزء بتاع القوس دوت، طب تقدر بقى تشاور عليه انزل تحت كده يا احمد هحبك قوي لو وصلت له، هو ده مسقط القوس. لا ارجع ثاني وشاور لي على مسقط القوس، مسقط القوس بتاع ال 200 متر، لا القوس اللي مشاه اللي جنبه على ايدك اليمين على طول، هو ده المسقط، ده المسقط الافقي بيساوي كام؟ ار اتش في ساين الفا ناقص ساين بيتا. طيب امال المسقط الراسي؟ اطلع لي بقى فوق وشوف لي المسقط الراسي بتاع هذا القوس، اطلع فوق كده وجمد قلبك، اطلع فوق جوه. ايوه لا جابه الولد، مش هو خلاص هو فهم القضيه انه بيعمل مسقط لقوس، فبيدور على الحته الراسيه منه اهي اترمت كده، والافقيه اترمت كده، ودي فرق الكوزينات مضروبه في الار، ودي فرق الساينات مضروبه كده، والكوزين الصغيره اكبر من الكوزين الكبيره، هنحط كوزين ناقص كوزين سيتا، الثانيه لا العكس يبقى ساين الفا ناقص ساين سيتا. خلاص لا يبقى ساين سيتا ناقص ساين الفا هعك الدنيا، لان احنا بنقول ان الساين الزاويه لما بتكبر في سيتا اكبر، يبقى نحط ساين سيتا ناقص ساين كذا. طيب على فكره فاضل لي حاجه واحده والمساله كلها تخلص، ايه هي؟ مسقط القوس اللي لنص القطر مش معروف منه. الله يخرب بيت هذا المسقط، ليه؟ لانه ده معكنن عليا خالص، ده انا مديني ار اتش زي ما التاني ادهوني ان ار اتش ب 200 فعوضت عليها وبقت الشيتا هي المجهول الوحيد، لا ده مديني ار اتش بتاعته
ولا حتى الشيتا كان مدهاك. طب سؤال، هو القوس الثاني ده اللي هو عند نقطه التماس، ايوه انت بتشاورني على القوس الثاني بقى، لا انزل لي على القوس الثاني بقى، المنحنى العكسي احنا خلصنا من القوس الاولاني اللي هو عامل لي شكل محدب كده، خش لي بقى على القوس اللي عامل شكل مقعر ده، شاور لي عليه، لا شاور لي على القوس الاول، اطلع فوق وشاور لي على القوس، اهو هو ده القوس. القوس ده الزاويه اللي داخل بيها الممس المشترك اللي بينه وبين الايه القوس اللي قبله ابو 200 متر. كتشيت هي نفسها، ايوه تشيت. طب والزاويه اللي خرج منها هذا القوس، شاور لي على الزاويه اللي خلص فيها هذا المنحنى، المنحنى العكسي ده خلص عند زاويه معينه، فين الزاويه دي؟ لا شاور لي على السهم بقى، شاور لي على عارف فين؟ عند نقطه بي. قدامك في نقطه بي ولا مش موجوده بي؟ دي نهاية، دي نهاية المنحنى العكسي الثاني. لو جمعت الثلاث حاجات دول انتهت المسألة. ايه هما الثلاث حاجات دول؟ طب الأول نشوف المركبة الرأسية والأفقية بتاعت هذا المنحنى الغلس ونجمع بعد كده. طب المركبة الرأسية بتاعته، بصوا يا جماعة معلش، ار اتش مجهولة، افتح قوس، انت عايز الرأسية هناخد كوزين، هناخد كوزين الزاوية الصغيرة. انهي زاوية صغيرة؟ انا عندي زاويه سيتا فوق، عندي نقطه البتاع زاويه مشتركه سيتا، خلاص بتصنع مع الافقي سيتا، خلاص وسيتا دي مجهوله. طب الزاويه اللي انتهى بيها هذا المنحنى الدائري العكسي تصنع كام مع الافقي؟ حد يعلي صوته كده هديله بونص. ايوه بتشاور انت عليها الزاويه دي، لا الزاويه اللي تحت عند نقطه بي ماليش دعوه، انا نجلت خلاص، انا داخل على نهايه المنحنى الثاني، في الزاويه اللي تحت اللي بيصنعها هذا المنحنى الثاني مع الافقي كام؟ عيب قوي يا جماعه، انتوا خدتوا حساب مثلثات؟ معلش استاذن حضرتك دكتور في السؤال الثاني، الزاويه اللي بيصنعها هذا المنحنى الافقي عند نهايته مع الافقي، مع الخط الافقي، عشان هو منحنى افقي وخط افقي ولازم اقول الخط الافقي. الزاويه بيصنعها كام يا جماعه؟ في عرضكم الله يخليكم، ما تنبحوش قلبي. الزاويه دي يا دكتور هي الـ 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 الزاويه بتاعت الارك، لو احنا كملنا راديوس من هنا وراديوس من هنا. الزاويه تساوي صفر يا جماعه، حرام عليكم، يعني انا مش عارف، انا مش قادر امسك اعصابي، الزاويه تساوي صفر، الزاويه بتاعت الممس ده موازيه للخط اللي بنقيس منه الخط الافقي، يعني بمعنى وقع عليه تصنع زاويه صفر لانها موازيه للخط الرئيسي بتاع الخط مساله. يبقى اذا الزاويه اللي طالع منها من عند المنحنى الثاني، المنحنى العكسي الثاني المقعر بشكله مقعر، مع ان هو منحنى عكسي يعني ماليش دعوه المقعر ومحدد دي للمنحنى الرأسي يعني ده منحنى افقي، لكن انا بتكلم الزاويه اللي دخل بيها كانت شيتا، والزاويه اللي خرج منها كانت كام؟ كانت الله ايوه، لان المنحنى ابو 200 متر كانت الزاويه اللي دخل بيها هي المماس اللي يصنع الفا مع الخط الافقي. طب هنا الزاويه اللي خرج منها هي المماس اللي بيصنع زاوية صفر مع الخط الأفقي. الله ده المسألة حضرتك سألت الدكتور، كنت متخيل حضرتك قصدك على السيتا مش الارك، يعني عامل ايه مع المفتاح من تحت؟ انا سيتا خلاص عرفتها يا احمد، انا سيتا عرفتها، انا المشكله بتاعتي دلوقتي بدور على نقطه الخروج، خلاص دي سيتا بقت نقطه اللي كانت خروج للمنحنى ابو نص 200 متر نص قطر، بقت هي دخول للمنحنى اللي الار اي تي بتاعته مجهوله، يعني فاهم المشكله؟ طب انا خلاص بقت السيتا موجوده عندي بس ان هون، طيب وبعدين عايز بقى اقول هيخرج بزاويه قد ايه؟ هو هيخرج بمماس موازي للخط اللي فوق، يبقى بيصنع قد ايه مع الخط الافقي؟ صفر. خلاص طيب تعالوا نجيب المركبات، المركبات بقى حاجه على قوي، لما قلتليش المركبه الرأسيه لهذا القوس الذي يبتدئ بزاويه سيتا وينتهي بزاويه صفر، المركبه الرأسيه اقروها من على الرأسي تساوي كام؟
طب شاور لي عليها عشان اللي مع... لا الرأسية مش الأفقية، أنت مش تشاور على الأفقية، أنا عايز الرأسية. لا أيوة لا, لا خش خش شمال شوية، خش شمال شوية يا أحمد معلش عشان خاطري. هي دي هي دي، اقراها بقى اقراها أنت. ار اتش في ايه في واحد ناقص كوزين سيتا، يبقى واحد دي اصل الزاويه الزاويه الخروج كانت صفر وكوزين صفر بجمع، لسه كنا بنقولها دلوقتي يا جماعه كوزين صفر في حساب المرتدد بكام؟ حد يعلي صوته يا احمد، حد يشارك غيرك، كوزين صفر بكام يا جماعه؟ انتوا نايمين النهارده ليه؟ واحد يا دكتور بكام؟ كوزين صفر بكام؟ برافو. مين انت اسمك ايه بقى يا عسل؟ سلمى يا دكتور. انا هقول للدكتور باشمهندس البرماوي يديك درجتين بونص. ها قولي اسمك. ها سلمى صلاح يا دكتور. ها اسمك ايه؟ سلمى يا دكتور. عشت الأسامي يا سلمى، في حد غيرك اسمه سلمى عشان هقول الباشمهندس برمامي يديك اثنين بونص. برافو برافو ليه برافو؟ سلمى صلاح. ها لان سلمى عرفت على بتغلبني ليه؟ ما انت بتقول لي كوزين الصغيره ناقص كوزين الكبيره، وكوزين الصغيره قعدنا نحارب عرفنا انها بتطلع موازيه للخط الافقي يبقى بتص صفر، يعني المماس ده بيصنع صفر على نفسه. طيب ماشي، طيب يبقى اذا المركبه اللي عندي بيقول لي ار اتش وهي مجهوله، افتح قوس كوزين الزاويه الصغيره اللي هي كوزين بصفر وسلمى قالت لنا عليها بواحد، ناقص كوزين الزاويه اللي دخل بيها اللي هي الثيتا، ما هي دي كانت نقطه مقاس مشتركه، دي بكام؟ مجهول. طب حد بقى يريح بالي ويقول لي، حد يريح بالي يا جماعة ويقول لي المركبة الأفقية قد إيه لهذا القوس، علما بأنك هتستعمل الساينات بدل الكوزينات، علما بأن الار اتش هتقعد وبعدين بين قوسينها الساين هنا الكبير ناقص الساين الصغير. طيب يعني هتقول لي ار اتش افتح قوس ساين ساين إيه؟ ساين سيتا، لا ساين سيتا صح، ناقص واحد، لا ده ناقص صفر. ليه؟ اصل هي ناقص ساين صفر ناقص ساين صفر. نعم يا حبيبي معلش اصل انا عندي محاضره، اسال اي حد غيري. اديني انا قاعد في الشارع والناس بتلقفني دلوقتي، شوفوا عشان خاطركم. طيب بصوا بقى معايا، واحد دليفري بيسالني على عنوان، طيب خليني معاكم. يبقى إذا أنا هنا في الحالة دي وصلت إن أنا عرفت المركبة الرأسية والأفقية بتاعت هذا المنحنى الغبي. ليه غبي؟ لأنه دخل لي دخلة غلط، وفي كله مجاهيل، الزاوية اللي دخل بيها سيتا مجهولة، الزاوية اللي خرج منها كان لازم أعرف إنها صفر، أنا اللي أعرفها من حد ما قالهاش ليا، لأنه موازي للخط اللي فوق، وبالتالي إحنا بنقيس الزوايا على الخط اللي فوق، يبقى إذا هو خط أفقي زيه، يبقى الزاوية اللي بيصنعها معاه صفر. يبقى المركبة الرأسية بتاعته عبارة عن ايه؟ R كوزين الزاوية الصغيرة ناقص كوزين الزاوية الكبيرة. طب الزاوية الصغيرة صفر، كوزين صفر بكام؟ بواحد، وسلمى قالت لي بواحد، ناقص ساين كوزين سيتا مجهولة برضه. طب اديني المركبة الرأسية بتاعته، المركبة الأفقية، المركبة بتاع الرأسية الأفقية بتاعته بقى هنا هتبقى هي بتاعت الصينات مش الكوزين، يبقى هتبقى RH مجهولة، افتح قوس هنبتدي بساين الزاوية الكبيرة السيتا ولا صفر السيتا، يبقى ساين سيتا ناقص صفر. طب ليه ناقص الساين صفر بصفر، لكن الكوزين صفر كان بواحد، وعشان كده انا حدي بونص لسلمى لانها مش بتعرف مساحه، لا دي بتعرف كمان حساب مثلثات. طيب كده انا وصلت للمرحله اللي انا قدرت بصراحه كده ربنا ان انا قدرت اجيب الاليمنتس كلها، فاضل الكلمتين والمساله تخلص. ايه الكلمتين دول بقى؟ قال لك تعال بص بقى معايا، تعال نجيب المركبات الرأسية كلها بتاعت LT2
هي قلنا ال كوزين وال ساين، دي شغل مساحه. وبعدين المركبه بتاعه القوس اللي بيبتدي بنص قطر 200 متر وبيبتدي بزاويه الفا لانه بيمس المماس اللي عند نهايه المثلث الاسود، يبقى اذا الزاويه بتاعه الدخول الفا، وزاويه الخروج قلنا سيتا مجهوله هنسيبها مجهوله. طب ما احنا قلنا هتعيده تاني، هعيده تاني وتالت لغايه لما نفهمه. طب وبعد كده ده المحاضره مش هتقضي، اللي باقي كله هتفهمه لوحدك، اللي باقي كله في اديتك السر وانت تحرك، عبارة عن تركيبات كلها لكن لن تخرج عن الكلمتين بتوع المحاضرة دي. وعشان كده أنا ما كانش قصدي، بس في الحقيقة يعني أنا ما كانش قصدي، بس في الحقيقة إن المسألة دي كويس إنها جت أول مسألة، هي خبطت خبطة جامدة، بس هي أصعب مسألة في المسائل الأمثلة كلها. أو بمعنى آخر اللي هيفهم المسألة دي ما فيش أجدع مسألة تفريعات في الدنيا كلها هتقف معها. تاني بقى ده الموضوع بقى ده بقى ظريف قوي. يعني انت عايز دلوقتي تقول لي مجموع المركبات الرئيسيه من الثلاث عناصر دول، الجزء ال تي 2 اللي جاي من من المسافه بتاعه المثلث متساوي الساقين من عند المركز النظري بتاع التوقيع المساحي لغايه نهايه المفتاح. طب المركبه بتاعته ال تي مش خط مستقيم، يبقى ال تي الرئيسيه ساين ساين الفا والافقيه ال تي كوزين الفا. خلاص شكرا. وبعدين بعد المركبه بتاعه القوس اللي بيبتدي بزاويه سيتا، لا سوري بيبتدي بزاويه الفا لان هو داخل على بيمس زاويه الفا في الاول وهو داخل، وبينتهي بزاويه سيتا اللي هي نقطه المماس المشترك بين هذا المنحنى العكسي وذاك المنحنى المقابل له اللي بيكمل اللي هو ار ار اتش بس. طب يبقى اذا معنى كده انه هيبقى المركبة الرأسية انت عايزها. يبقى كنا بنعمل هناك ار ساين، لا هنستعمل هنا ار كوزاين، وهنعمل يبقى ار هنحطها ونفتح قوس كوزاين الزاويتين، بس ناخد الزاوية الصغيرة الاول يا جماعة ونقص الزاوية الكبيرة عشان الكوزاين بيتناسب عكسيا مع قيمة الزاوية. خلصنا. المركبة الاخيرة اللي قلت لأحمد شاور لي عليها، هتبقى بتبتدي من سيتا وتنتهي بصفر. طيب يبقى ار اتش اللي مجهولة افتح قوس اخد الزاويه الصغيره ولا الكبيره؟ اخد الزاويه الصغيره، الزاويه الصغيره صفر، يبقى كوزين صفر، كوزين صفر بواحد. دي بقى الحته اللي قالتها سلمى، هي دي اللي قالتها سلمى. ناقص ناقص ايه؟ ناقص كوزين سيت. طب دول كلهم التلات اجزاء بتوع المركبات الرأسيه للتلات عناصر دول مش بيستوي 12 متر؟ الله، دي المعادلة نمرة واحد، المعادلة نمرة واحد اللي في أول سطر في المسألة اللي أنا حطيتها نبحت قلبي كل المدة دي عشان أفلط الحدود. شاور على المعادلة يا محمد، يا أحمد معلش، شاور على المعادلة الأولانية المسألة الإسقاط الرأسي السطر، لا أيوة المعادلة 12 تساوي 12 تساوي كام؟ ال تي 2 كوزين ساين ألفا زائد ار تي اللي هي ب 200 متر في كوزين الفا ناقص كوزين سيتا، وبعدين زائد الاخر اخر 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 مسقط هيبقى ار تي مجهوله في افتح قوس كوزين ار تي كوزين صفر يعني واحد ناقص كوزين الصغيره اللي هي ناقص ايه واحد ناقص كوزين سيتا. المعادلة دي فيها كم مجهول؟ فيها اتنين، فيها سيتا مجهولة وفيها ارتي بتاعت المنحنى الغتة الاخراني اللي مدتهاش لين. طب عايز معادلة تانية عشان احل المعادلتين واحل المشكلة وخلصت المسألة وسلام عليكم ونقفل النهاردة الاونلاين. ايه اللي هتعمله؟ انزل على الاسقاط الافقي، كرر اللي احنا نبحنا قلبنا فيه، بس حط الساين بدل الكوزين بالنسبة الكوزين بدل الساين بالنسبة للخط المستقيم ال تي، وفرق الساينات بدل فرق الكوزينات للمركبة الأفقية. المعادلة اللي بعدها بيقول لك ايه؟ بيقول لك انه ال هنبقى يعني أفقي بقى ال دي ايه؟ ال دي عبارة عن الطول اللي مطلوب من المسألة، احسب الطول ال. يا نهار ابيض، يعني اخر كلمه دي هجيب منها كله.
طيب ايه اللي بقى هتساوي ايه؟ هتساوي ار اتش ساين ثيتا زائد دخل بقى بايه؟ ف ار اتش ساين الفا ناقص ساين ثيتا ناقص ساين الفا زائد ال تي 2 في كوساين الفا. الله، ما كلهم باينين على الرسم، بس اذا راح مزود عليها زائد ال تي 2 زائد ال تي 1. اصل نقطه ايه بتبعد عن المركز النظري للمفتاح اللي هو راس المثلث الاسود بقيمه ال تي 1. طب وهو الضلعين بتوع المثلث متساوي الساقين الاسود ده كان كل واحد منهم قيمته قد ايه؟ ال تي 2. وعشان كده لما كنا بنعمل الاسقاطات كنا بنجيب ال تي 2، لكن هنا لما اجيب الطول كله اللي هو عايزه يبقى انا محتاج ان انا ايه؟ ان انا اجيب من الاول، من اول سن الابره يعني من عند ال تي 1 بدايتها لغايه مركز المفتاح دي ال تي 2 حتى على المساقط بتاعه المسقط الافقي. طب يا جماعة دلوقتي أقدر أنا بالمعدلتين دول أحسب قيمة سيتا طيب وأقدر أحسب قيمة ار اتش وأقدر أحسب ال ليه؟ لأن ال كانت موجودة زي هي عبارة عن القيم بتاعة المسقط الأفقي بدلالة ار اتش وسيتا مضاف اليها قيمه اسمها ال تي 1. طب وانا عارف ال تي 1 طيب طب تعالوا بقى نكمل بقى كده يا جماعه. يبقى اذن ال تي 1 دي المعادله نمره 4 اللي قلت لكم تحفظوها، والاثبات بتاعها مش مطلوب منك، مش هطلب منك اثبات، تحفظها. ال تي 1 تساوي ايه؟ تي داش. تي داش عباره عن ايه؟ تي داش فاكرين انتوا كابيتال تي سمول تي عباره عن ايه؟ سمول تي يعني معناها طول الابره. طب ده مديني طول الابره في راس المساله ولا ما ادوش ليا؟ اما بدور انا فاكر والله طول الابره مديهوني الابره المستقيمه بطول 4 متر. طيب ده 4 متر دي طول الابره، الابره دي محطوطه لي على الابره دي محطوطه لي على المايل ولا على الافقي؟ على المايل، ما بتصنع زاويه ايتا، زاويه الدخول بتاعتها. يبقى اذا طول الابره ال تي داش عباره عن الايه؟ الطول بتاعها اللي هو ال 4 متر مضروب في كوزاين، لان انا عايز المسقط الافقي، في كوزاين ايه؟ الزاويه بتاعتها ايتا. طب وايتا دي نقدر نعرفها؟ طب ايتا دي نعرفها ازاي؟ خلاص انا كده براجع بقى كل الثلاث محاضرات اللي فاتت. دي اول محاضره قلنا الايتا عباره عن ايه؟ الايتا عباره عن لكات الابره المستقيمه، الايتا عباره عن الهيل الساين ايتا تساوي المقابل اللي هو كابيتال اتش اللي هو الهيل اللي هو مديهولي كام؟ اما اشوفه كام؟ وفدوا كعبها 128 ملي. على فكره الرقم ده ثابت، يعني هو فدو الكعب دايما بيبقى 128 متر اللي هو بالانجليزي الهيل كليرانس. الهيل كليرانس 128 متر، وخلي بالك انها بالملي، اوعى تحطها بالملي وتضيفها على الحاجات بالامطار، لازم تقسمها على 1000 عشان يبقى كل الطول بالامطار. طيب يبقى اذا الهيل كليرانس 128. طيب والابره بتصنع زاويه كام؟ ايتا عند الدخول ايتا. طيب والطول بتاع الابره كام؟ الطول بتاعها 4 متر. الله، طب ما ده مثلث، والمثلث قائم الزاويه، المقابل بتاعه هو ال 128 مللي، والوتر بتاعه ال 4 متر. طب خلاص ال 128 اقسمها على 1000 واقسمها على 4 اجيب لك الزاويه، هجيب لك ساين الزاويه كمان، ساين الزاويه ايت، وساين الزاويه ايت لو عرفتها جبت الايت. صح، كلام صح. طيب يعني معنى كده ان انا اقدر اقول ان انا بالمنظر ده عرفت انا
التي داش التي داش عبارة عن ايه؟ عن التي اللي هي اربعة مضروبة في ساين في كوزاين في كوزاين ايت وكوزاين ايت جبناها. طيب خلاص خلص. طب دلوقتي انا عايز اعرف حاجة، التي وان دي هي عبارة عن طول المفتاح، وطول المفتاح ده قلنا هنجزئه الجزئين LT1 وLT2. إذن LT المطول المفتاح LT يساوي LT1 زائد LT2. طيب خلاص LT تيجي ازاي؟ يا ريت تحفظوه. يعني العلاقة LT انزل لي يا احمد، انا هقول عليك زي النبيه قوي لو نزلت لي وجبت لي المعادلة اللي هعوض بيها اجيب LT. انزل انت بالسهم كده هسيبك تتحرك براحتك، دوري على LT. لا بص بقى معايا، انا بعد ما كونت المعادلتين بتوع الاسقاط الافقي والاسقاط الراسي، يا سلام عارفين محمد عمل احمد عمل ايه؟ نزل للمعادله بعد ما عوضت عليها، انا عايز المعادله قبل التعويض، اطلع بقى بLT بالرموز. طب استنى بس دقيقه واحده، انت جبت لي LT1 ازاي وجبت لي LT2 ازاي؟ ما انا لو عرفت LT دي هقول لك ان LT1 محفوظه، تحفظها كمان LT1 LT1 لا LT1 مش محفوظه، LT2 معروفه H small H على 2 sin الفا على 2. يبقى اذا small H على 2 sin الفا على 2 دي LT2. يا سلام كلام جميل جدا. يعني بمعنى اخر كده اقدر اقول بصراحه ان المعادله دي لازم كمان تتحفظ. طب ده المسألة دي كلها لازم تتحفظ. ليه؟ لأن أنا محتاج LT2 وLT1. طب LT2 زائد LT1 بيساوي LT. LT اللي مشاور عليها أحمد دي هي عبارة عن T داش اللي هي قلنا عليها إن الأربعة متر في كوزين إيتا، خلاص كده، زائد RH ساين RH. ما أنت بتاخد أفقي بقى، تاخد افقي للاقواس تاخده بايه؟ بالساين فرق الساينات، الراسي فرق الكوزينات، يبقى ساين الفا ناقص ساين بيتا. ده اللي انت بتتكلم عليه ده مسقط طول الابره. ما طول الابره خط مستقيم. تبقى طيب الار الار تي دي ار دي 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 دي, دي طول الابره نص قطر طول الإبرة. طب ده هو بيقول لي نص قطر طول الإبرة منحنش. يبقى إذن لا خلي بالكوا هنا، ده ار تي دي دي نص قطر منحنى المفتاح. الله، هو مش الاس كيرف ده كان منحنيين؟ هو في منحنى ثالث؟ ما في منحنى. لما احنا كنا بنرسم المفتاح كنا بنقول ان الابره بعد ما تخلص بعد الهيل في منحنى مفتاح، بس هنا لما عملنا التوقيع المساحي المنحنى ده اختفى. ليه؟ لان انا رسمت السنتر لاين بتاع السكه الفرعيه وقطعته مع السنتر لاين بتاع السكه الفرعيه وما اهتمتش ان انا اخد التقوس بتاع المنحنى. لعشان كده الجزء ده لازم نحفظه. يبقى اذا ال LT تتكون من مسقط الابره على الخط الرئيسي اللي هو الافقي زائد RH ساين الفا اللي بيها المنحنى عشان كده بقول سوري مش RH RT. RT معناها ايه؟ نص قطر الترن اوت. احنا خدنا ار اتش السنه اللي فاتت، خدنا ار في السنه اللي فاتت نص قطر المنحنى الافقي نص قطر المنحنى الراسي، لكن هنا النهارده بنتكلم على ار تي ده نص قطر منحنى المفتاح. نص قطر منحنى المفتاح ده هيساوي ار تي، يعني هو هيبقى ار تي فين؟ انا تهت اهو تي داش مرابو تي داش زائد ار تي افتح قوس ساين الزاويه الكبيره اللي هو هيخرج منها منحنى المفتاح اللي هي زاوية التقاطع ألفا ناقص ساين الزاوية اللي هيدخل منها اللي هي بيتا اللي هي نفسها إيتا. ما هي اللي انت إيتا جبتها لأن الخط الإبرة مستقيمة وبالتالي زاوية الدخول هي زاوية الخروج إيتا تساوي بيتا. يبقى إذن إيتا هنا اتعرفت زائد كوزين كوزين سي 1
سي 1 في كوزين الفا. سي 1 ده الجزء المستقيم. شفت بقى هنبتدي نستفيد بكل عناصر المساله. في حاجات ما استفدناش، قلنا الجزء المستقيم بعد التقاطع، يعني بعد ما منحنى المفتاح بينتهي بيبتدي جزء مماس بيقطع هو منطقه التقاطع سميناه سي 1. وبعد ما يخلص بتاع بيمشي كمان جزء تاني مستقيم ينتهي بعده المفتاح كله هنسميه سي 2. يبقى اذا رحت جاي واخد سي 1، ايوه سي 1 كوزين الفا لان بجيب مسقط افقي، زائد سي 2. سي 2 زي بالكامل، سي 2 الجزء المستقيم بعد التقاطع ما ضربوش في الكوزين. ليه؟ لانه بيصنع زاويه صفر. بيصنع زاويه صفر مع الافقي. الجزء المستقيم عباره عن حته من بعد التقاطع وبيمتد افقيا في باخده كله. طب يبقى ده ال تي 2. هذه المعادله تتحفظ صم. يبقى اذا انا المعادله دي اقدر اطلع منها ال تي 2. طيب المعادله دي محتاجه ان احنا محتاجه ان احنا اهو انا بقى بفنط لك كل البنود بتاعه المعادله دي لغايه لما في الاخر خالص نجحت في ان انا اجيب لك كل الايه الرموز. بس ما زال موجود عندي مجهول ثيتا قد ايه وار اتش قد ايه. ابدا المعادلات اللي عندك انا هسيبك بقى، انا هسيبكم لان انا متابعه الكلام ده عباره عن ارقام، انت تمشي بعينيك بالارقام هتلاقي نفسك وصلت للثيتا وصلت للسمول ال ووصلت للار اتش، الثلاث الحاجات اللي احنا كنا طالبينها. وانا كنت طالب سمول ال، بس عشان خاطر اجيب سمول ال لازم اعرف الثيتا اللي انا ما عرفتش قيمتها والار تي الار اتش اللي هو سابها لي لازم اجيبهم. اول ما بجيبهم بعد ما كونت المساقط هلاقي الموضوع ده بقى بسيط. نفسي يا جماعه النهارده دلوقتي على طول، يا ريت النهارده تمسكوا المساله دي من الاول وتفنطوها وتسمعوا اللي انا بقوله هتفهموا قصدي. لان عمليه ان انا اراجع ارقام ال تي مش عارف كذا لا، وتطلع الكالكوليتر بتاعك وتراجع عليا شوفني انا حسبتها صح ولا. على فكره انا حسبتها صح. ليه؟ لان حوالي 30 40 طالب في الدفعه دي قفلوا المساله وطلعوا نفس الارقام بتاعتي وخدوا فيها الدرجه النهائيه. انا هقول لكم حاجه ثانيه، انت لو ما قفلتش مسائل التفريعات تبقى مش مهندس. مش عشان انا اللي بقولها لا، ده جزء كان الطلبه يروحهم في الامتحان يبتدوا حتى لو هي المساله نمره 5 يبتدوا فيها نمره 1 عشان يضمنوا درجه خدوها. فما فيهوش اي مشكله غير انك تحفظ شويه علاقات رياضيه. العلاقات اللي خدناها طوال الثلاث محاضرات اللي فاتوا مع المثال اللي انا طبقته مع معلومه انك انت الاسقاط في القوس يبقى من الزاويه اللي داخل بيها للزاويه اللي خارج بيها بيبقى نص القطر بتاع القوس في الكوزين او الساين حسب لو انت بتتكلم على مسقط راسي ولا مسقط افقي عكس طول المسقط بتاع الخط المستقيم. يبقى المسقط الرأسي بياخد الساين والمسقط الافقي ياخد الكوزاين وطول الخط المستقيم بداله بقت ار اتش. اذا انت هتقعد تتابع المساله من اولها لاخرها هتفهمها قوي. في حاجات انا قلتها وقعت منك، انا بحترمك، لازم تقع منك وانا ما اقدرش اوصلها لك. امال ايه المثال ده؟ لو انت تتبعته هتقول ياه ده الراجل كان نابح قلبه وعايز يفهمني الحته دي، طب ما هي باينه اهي، مش عايزه كل اللي عمله ده. موضوع بسيط جدا. هقول لكم حاجه تانية اخيره، انا كده قفلتكم النهارده معلش ازعجتكم بس مش مشكله، لكن انتوا هتحلوا بقى المسائل، تحلوا كل حلوهم كلهم، وخلي المره الجايه نعملها اوبن ديسكشن. دكتور الحته دي غلط، الحته دي ما فهمناهاش، المسألة نمرة 4 مش واضحة خالص، مش عارفين قصدك ايه، ما خدناش الجزء ده، كل الكلام ده كله. يعني اقدر اعتبر ده الشيت بتاع المسائل، الشيت بتاع حل المسائل دي يمثل هو الاساينمنت بتاع التفريعات. اقدر اقول ان عمر ما هيطلع امتحان التفريعات عن المسائل المحلولة اللي قدامكم دي. اقدر اقول ان انا بعد ما هتحلوا ده كله وتبذلوا مجهود هقول لكم ذكروا بس المساله رقم كذا. اقدر اقول لكم كل الكلام. اطمنوا يا جماعه مفيش مشكله، انتوا معاكم راجل عجوز وراجل جد واب حنين جدا، مش ممكن
انا عارف انكم انتم مصدومين شويه لانكم الرياضيات بتاعتكم ضعيفه. انا بيصلي الطلبه البكالوريوس واعين مش عارفين يعملوا تفاضل مش عارف ايه، يعني كل ما بعمل لعبه رياضيه، مع ان انا شخصيا ما دخلتش هندسه غير لاني عاشق للرياضه، وكنت بتخيل نفسي، صدقوني هذا الكلام، ان انا مش عايز اخش هندسه، انا عايز اخش كليه علوم تخصص رياضه بحت. فكانت الرياضه دي عشق ليا. فبنتوا في منكم دخلوا غلط، يعني لازم تكون بتحب الرياضه، لازم تكون بتحب حساب المثلثات، لازم تتوسع في الحاجات اللي انا بقولها دي كلها، لازم تكون موجوده في ذهنك، مش بس هتقول لي طب ده انا عشان انجح. لا، مين قال لك؟ انا في المشاكل، في المشاكل الحياتيه بعد، وانا مدرس زي مدرس ثانوي ادي كلمتين وامشي. انا راجل مهندس، انا عملت حاجات ومشاريع خطيره في العراق وفي الجزائر في دول تانية وفي السعوديه يعني وفي سوريا، يعني مش عايز اقول لكم يعني كل الحاجات اللي عملتها اشتغلت بالكلام ده. اللي انا بديه لكم ده هو راس مالي، هو ده الصندوق اللي انا ايه باكل منه وعيش. طيب، يبقى اذا هديكم واجب صغير، هتحلوا المساله دي تاني بالارقام. واجهتكم مشاكل، البشمهندس البرماوي قولوا له على المشاكل دي هيحلها لكم، لانه ده طالب كان متميز واخد امتياز في كل حاجه واول دفعته على فكره كمان. وبالتالي انتم معاكم كمان شاب محترم ومسجل معايا دكتوراه، وبالتالي يعني باذن الله هيكون الدكتور محمد البرماوي. طيب، يبقى اذا هنبقى قبل ما اقفل هنحل المساله دي. طيب، بعد المساله دي اقلب لي على الصفحه 14 عشان بس يبقى عرفنا كل حاجه. صفحه خلاص دي المساله دي هتتابعوها خلاص، لان انا لقيت الارقام دي عشان اقول لك واحد مش عارفه 15 من 100 يبقى معناه ان انا بصدع. هتقراها انت وهتلاقي الدنيا ماشيه حلو، وهتلاقي كل رقم انت تطلعه على الكالكوليتر المطابق للكلام اللي انا قلته، وهتلاقي الارقام لاقرب ثانيه والزاويه مش عارف تطلع كذا كذا، كل المعلومات هتلاقيها بالظبط مظبوطه، المساله ما فيهاش ولا غلط. 14 مساله مشابهه تماما باللي فاتت، بس هقول لكم حاجه بقى اسهل. يا ما هو احسب فزفه ال دي اسهل. اه ليه؟ لان دي كمان المشكله بتاعه الثانيه، كان في اس كيرف وفي سيتا وفي ار اتش مجهولين. ده الراجل مريح الدنيا، ده مديني نص القطر ومفيش سيتا ومفيش اس كيرف، ده سيمبل كيرف. وبعدين ده عباره عن ايه؟ عباره عن سكه رايحه وسكه جايه، يعني خط مزدوج، خط مزدوج القطر. انا برسم السنتر لاين، فعشان كده حطيت سهم، يعني بمعنى اخر ان السنتر لاين ده بيمثل السنتر لاين بتاع القطر اللي ماشي، والقطر بتاع السكه الحديد على فكره يختار الناحيه الشمال، في القطر اللي جاي اللي من الشمال هياخد السكه بتاعه الطالع. شاور على كلمه سكه الطالع دي، شاور يا احمد على سكه الطالع. لا في الرسمة، لا سكة الطالع، لا على إيد، أيوة لا انزل بقى، انزل على الخط اللي تحت، دي سكة المخزن اللي فيها سهم دي، اهو دي سكة الطالع. يعني ده الأب لاين تراك. أمال سكة النازل اللي هو رايح من اليمين للشمال، بقى شاور على سكة النازل اللي تحتها، أي سكة النازل. المسافة اللي بينهم 3.5 متر. ده على فكره المسافه دي ستاندر، مسافه بين سنتر لاين والسنتر لاين في خط مستقيم 3.5 متر. طيب، وبعدين ده القطر ده مطلع مفتاح، في مفتاح يبتدي من نقطه ايه، شاور لي على نقطه ايه الاقصى الشمال، على نفس الخط بس اقصى شمال، امشي اقصى اهي نقطه ايه، نقطه دي ايه، دي نقطه سن الابره، بس برضه معموله في التوقيع المساحي، بقت عباره عن راس نقطه بعيده عن المثلث ب ال تي 1، وال تي 1 بقى زي ما خلاص مش هحكي له حوار، ال تي 1 ليها قانون عوضت فيه في اللي فاتت هتعوض فيه هنا برضه. طب وبعدين قعد يعمل المولد ده كله عباره عن اسقاطات راسيه وافقيه، يعني بالظبط كده انا بحل مساله ترافيرس، بس مساله ترافيرس بتاعتي تفرق عن مساله المساحه ان فيها اقواس وفيها شويه حاجات بقى اسمها المنحنى المفتاح والسي 1 والسي 2 والان تي دا والكابيتال اتش والايتا والبيتا والكلام ده كله، لكن انا اساسا بحل ترافيرس.
وهذا الترافيرس عادة بيكون فيه رقمين مطلوبين فيه، لأن عندي مركبتين، مركبة أفقية لازم تساوي رقم معين، المركبة الرأسية تساوي رقم تاني، الرقمين دول هما المطلوبين. طيب نقلب على المسألة نمرة 3 صفحة 411. اللي منكم بقى عايز يستمتع ويبقى الجزء بتاعي ده ياخد فيه درجة نهائية، يبتدي مش لازم النهاردة، يبتدي يراجع الكلام ده وكأنه بيصحح لشغلي، بيشوف أنا غلطان في إيه. 411 شايفين يا جماعة المسألة اللي فاتت طلبت منهم، قلت لهم طب أنا مديكم التوقيع المساحي، حد منكم يقدر يرسم لي بدل السنتر لاين في رأس المسألة ترسمهولي بحفات السير، يعني بمعنى آخر السنتر لاين اللي هو الخط المنقط ومدوت ده، لكن كان بينه في أضيب فوق وأضيب تحت. شفت بقى الرسمة اللي فاتت كانت عبارة عن سناتر لاين، كانت عبارة عن توقيع مساحي، كان في عندها مثلث أسود، رأس المثلث ده نقطة النظرية للمفتاح، يعني نقطة نظرية ملهاش وجود لكن موجودة بس، وهو بيوقع توقيع مساحي وبعد كده ملهاش وجود. هنا بقى رسمت الرسمة اللي فاتت كلها حقيقية، وحطيت جناحي التقاطع، وحطيت المعوجات، وحطيت الهيل كليران وسن الإبرة وكل وعلى فكرة وهو وأنا بعملها كانت عبارة عن إيه؟ عن مفتاح يبتدي من إيه؟ وبعدين راح عمل دايموند كروسنج وهو بيعدي على السكة نمرة 2. شاور لي على الدايموند كروسنج يا محمد حبيبي، يا أحمد معلش فين الدايموند كروسنج؟ لا ايوه برافو، ده راح دخل، يا نهار ابيض ما شاء الله، دخل على الدايموند كروسنج على طول. الدايموند كروسنج عباره عن ايه؟ تقاطع سكتين، وهي دي الحته، هي دي الاكس، امال الواي؟ الواي كانت قبلها. طب وبعد كده مشي، ولما مشي راح مقوس عادي. طب امال ايه بتاع اللي مدلدل وطالع بره ده؟ ده اسمه مفتاح سقوط. يعني ايه مفتاح سقوط؟ يعني بيطلع مفتاح ان السكه بعد ما تخش المخزن، ما اللي فوق ده مخزن واللي تحت ده واحد طوالي طالع اب والتاني داون، خلاص. والاب ده بيروح ناحيه من الشمال لليمين، ومن والداون لازم يروح من اليمين للشمال. طيب سكه المخزن عباره عن ايه؟ بيسموها ريفيوز سايدنج. الدكتور محمد ناجي باذن الله هيشرح لكم المحطات، هيكلمكم باسهاب على الريفيوز سايدنج، وهيكلمكم على الدريلمنت سويتش اللي هو مفتاح السقوط، هيكلمكم عن الكلام ده بالتفاصيل دي كلها. بس انتوا هتبقوا مبسوطين قوي لان انتوا خدتوا عليه مساله قبل كده، يعني هو هيكلمكم ايه فايدته بقى، وازاي بنخزن، وازاي القطر لما يخش المخزن على السخبة، لان في قطر جاي في السكه هيخش في وشه، والكلام ده كله يقدر ايه هو يشرحه لكم بقى في المحطات. طيب يبقى اذا المساله دي عباره عن مساله بسيطه جدا، اسهل من اللي قبلها. المساله سين 3، دي سين دي سين 2، سين 3 هي عبارة عن حاجة أتفه قوي، يعني دي بصراحة كده أنا جايبها، تلاحظوا جايبها دور نوفمبر سنة 83. أنتوا عارفين ليه أنا جايبها دور نوفمبر 83؟ لأن أنا كنت عايز الطلبة اللي دخلوا لهم في دور نوفمبر ينجحوا، فجايبها لهم عشان ينجحوا، بقول لهم انجحوا غصب عنكم، دي مسألة حقيرة، وعشان برضو أما أخبيش عليكم دي ما تجيش في الامتحان، دي أجيبها في دور نوفمبر لو حد بعد شر منكم اتأخر ودخل دور نوفمبر عشان يتخرج بسرعة، لكن دي ما أجيبهاش، دي مهينة. نعدي صفحة 412. اقلب يا أحمد معلش 412. على فكرة المسألة المهينة طلبت منه برضو ان يرسمها لي بحفات السير بدل بالتوقيع المساحي، فادي المنظر بتاعها عباره عن ايه؟ مفتاح. عشان كده بقول لكم حقيره، مساله حقيره. طب خش بقى المساله اللي بعدها، عمل حاجه غريبه خالص، قال لك انا هعمل واي، ومن الواي دي هلف في دايره، واخلي القطر لما يجي يوصل لاخر محطه لاخر الخط عايز يبتدي مقدمته تتعكس، يعني انا داخل انا جاي بقطر، جاي مقدمه القطر رايحه ناحيه اليمين، لما حاجة امشي هتبقى مقدمه القطر هي ناحيه الشمال، وليه وباقي القطر يبقى ايه وراها. طب اعمل ايه؟ عملوا الدايره دي، الدايره دي 3/4 دايره وفيها حته مفتاح وبرده شويه اسخاطات كده جميله
وإيه نخلص 4 13 انا هقول لكم حاجه، انا مش هجيب لكم غير مساله واحده في الامتحان من دول ماشي كده، لكن انا لازم احلهم كلهم. وبعدين انا لما احلهم كلهم انا بوعدكم اهو ان انا مش هغير غير ارقام المساله، يعني بمعنى اخر انت حلها وجمد قلبك مش هتيجي مساله فكره جديده. انت كل الامتحان بتاعك ساعتين ولا ما اعرفش بقى ساعتين، مش هلحق انا اخليك تقعد تبتكر او تقع وتغلط وتفكر طب الحته دي اعمل ايه، احط الكوزين ولا الساين، طب دي مختلفه شو. لا خالص، يبقى المساله اللي بعدها 4. طبعا الحل بالارقام، بالارقام يعني مش انا مش بقولك الشيت وحله اهو، انت كل اللي عليك كانك بتصحح لي الشيت ووصل للارقام، ولو جت الارقام عندك غلط يبقى انت اللي غلطان مش انا اللي غلطان. الشغل ده بقاله 30 سنه ولا 40 سنه الطلبه بيرجعوه ورايا، وبالتالي كله صح. طيب يبقى معنى كده، والارقام لايه؟ لعاشر رقم 10. طب خلاص، المهم المساله اللي بعدها برضو تافهه، يعني انا ابتديت بقى ابتديت يعني بمعنى اخر. طب س 13، طب س 14 معلش، لا 4 13 4 13 4 14 4 14 دي صعبه، ماليش دعوه الرسمه اللي فوق دي اللي هي رسمه للمساله اللي فاتت، لكن 4 المساله نمره المساله المثال اللي هو فيه ابر كتيره وكده، ده منطقه اسمها منطقه توزيع، والمساله دي صعبه وملغيه. ليه؟ لان انا مش هتاكل. لا دي صعبه، دي اصعب من المساله نمره واحد، دي صعبه قوي كمان وعايزه تخيل وعايزه زوايا، لان ده بيطلع 20 مفتاح يطلعهم عشان يخليهم يخشوا في منطقه الفرز والتسييف. المنطقه الفرز والتسييف اللي عليها المساله دي الدكتور محمد ناجي هيشرحها لكم مع المحطات. طيب يبقى اذا المساله دي نعتبرها ملغيه، ما حدش يقعد يفكر فيها. 4 14 4 15 4 15 لا دي هتبقى موضوع محاضره الاسبوع الجاي باذن الله. يبقى اذا ابتداء من 4 15 هنبتدي. ايوه حبيبي معلش انا عندي محاضره، معلش لو عايز سؤال معلش شوف حد غيري ماشي. يبقى اذا 4 15 4 15 دي هي المحاضره الجايه. 4 16 خلاص يبقى 4 16 بعدين 4 17 4 17 دي خطيره يا يعني نهار ابيض دي لذيذ قوي. طيب وبعدين 4 18 خلص المقرر بتاعي. يبقى انا باذن الله المحاضره الجايه هبتدي استكمل باقي المسائل ديت. بس انا هقول لكم حاجه عشان ما بقاش عبء عليكم، انا المحاضره الجايه هتحلوا المسائل اللي فاتت، مش اللي يعني اللي لغايه اللي قبل 4 16 اللي انا بقول لكم عليهم. كل اللي فاتوا ما عدا المساله بتاعت منطقه التفاعلات ملغيه وعندها وقف، وحل لي دول، ونبقى الاسبوع الجاي لو لي عمر في نفس الميعاد دوت هنتقابل وهنتناقش في المسائل اللي حلتوها. يعني عايز الحوار يبقى انتم عشان ما تتحرقش المحاضره على الفاضي. امال المحاضره اللي فيها هقول الكلام دوت مش الاسبوع الجاي، الاسبوع اللي بعده. طب والاسبوع اللي بعد اللي بعده؟ لا ده انا هكون حطيت الامتحان وهقول لكم ايه اللي تذاكروه. يا سلام كده ببساطه خالص. طب ما تقول لنا من دلوقتي، انا ما اعرفش ما حطيتش الامتحان. لو حطيت الامتحان بكره هقول لكم ما تذاكروش غير المساله نمره 3. ماشي كده يا جماعه؟ يلا ربنا يوفقكم. تحت امركم في اي حاجه، معلش انا عارف المحاضره بتاعت النهارده غلسه، بس ده مش سببي انا، لان الماده شديده، الماده شديده وعايزه ناس متاسسين، وانتم قدها وقدود. انتم مين قال ده؟ انتم احسن عناصر من الشباب اللي بيخشوا هندسه، دول احسن عناصر موجودين في شباب مصر، وشباب مصر ده بيطلع بره بيعمل يعني مجدي يعقوب وما اعرفش مين، الناس دي كلها دول لما طلعوا بره
عرفوا قيمتهم، فبالتالي لا لا انت قيمتكم غاليه يا اولادي. طيب السلام عليكم يا جماعه، تحت امركم في اي حاجه لو في اي اسئله، وباذن الله نلتقي على خير المره الجايه. بس يا ريت تحلوا المسائل، تحلوا المسائل، وعايز حد يقول لي لا ده فيه حته غلطه حته مش فاهمها، المساله نمره 4 الجزء الاخراني ما فهمتهوش ازاي جت ايه تمنين ما اعرفش ايه، عايز اسئله كتيره انا وهقعد اجاوبها لكم كلها كده ابقى انا اطمنت. هكمل الجزء اللي فاضل، وعلى فكره خلاص كده انا معليش اي حاجه، حتى لو الدكتور محمد ناجي عايز يخش بعد كده، بس انا هحط الامتحان وهعمل محاضره مراجعه احل فيها اللي جاي في الامتحان فقط. يبقى اذا معنى كده انا محتاج بكره الاسبوع الجاي محاضره اشيك على المسائل اللي احنا اللي انا ما قلت لكمش غير واحده منهم، انتوا هتحلوا الباقيين نتناقش معاهم كلهم. وبعدين الجزء اللي كان ناقص ده بتاع التقاطعات والحاجات دي، لا ده جزء مليان ومحتاج له قاعده لوحده، هيبقى المحاضره اللي بعدها، المحاضره اللي بعدها مراجعه، المحاضره اللي بعدها باذن الله هتخشوا امتحان الفاينل. كل سنه وانتم طيبين، تحت امركم. الله يبارك لحضرتك يا دكتور، شكرا جزيلا. العفو يا حبيبي، برضو سجل لنا الريكوردر ده وابعته لي برضو على اليوتيوب، يعني الله يبارك لك يا حبيبي، انا مبسوط لان الحاجات دي انا بحتفظ بيها، ومش هقول لكم بقى السر كمان ان انا بديها لمعيدين معينين كمان، بساعدهم في ان هم يفهموا الموضوع بدل ما يحضروا معاكم المحاضره. فربنا يوفقكم باذن الله. ويا احمد معلش برضو ابعت لي ده لو ممكن، وتبعت الغياب برضو لي عشان ببعته للدكتور البرماوي باذن الله. كل سنة وانتم طيبين، تحت أمر. وسامحوني لو كان الموضوع ده متقيل، هو الموضوع صعب. وأنا لما قال لي الدكتور محمد ناجي إنك أنت هتدي دفعات، قلت وقعت مع الطلبة، لأن ده أغلى جزء في مقرر في علم سكر الحديد كله. فأنا بداخل معاكم في 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 منطقة صعبة الحقيقة. معلش، بالتوفيق يا جماعة. السلام عليكم. وعليكم السلام دكتور. سلام.